أهلا بكل متابعينا. في الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الأسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 29 يوليو وبينتهي بيوم الجمعة 4 أغسطس، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية خلال الأسبوع ده هيكون إيه على مواليد برج الحمل. مواليد الحمل خلال الأسبوع ده عندكم 3 أيام الحظ بيحالفكم خلالهم. الثلاث أيام دول هما يوم السبت اللي هو أول يوم في الأسبوع، وكمان يوم الثلاث والأربع. يوم السبت هيكون القمر في منزل الحظ، والأسبوع بيبدأ والقمر موجود في منزل الحظ، وده يعتبر يوم من أفضل الأيام بالنسبة لمواليد الحمل خلال الشهر ده. الحظ بيحالفكم على كل الأصعدة، بما أنه القمر في منزل الحظ فالحظ بيحالفكم على كل الأصعدة. في اليوم ده تقدروا أنكم تلتقطوا الفرص المتاحة وتقدروا تحققوا مكاسب مالية هائلة. يوم مناسب جدا لو عايزين تعملوا رحلة أو سفر، أو عايزين تعملوا انترفيو مع الخارج. لو انتوا بتسعوا العمل في الخارج ممكن تقدروا تعملوا انترفيوز موفقة جدا مع الخارج. ولو شغلكم بيتطلب برضو تعاون مع الخارج فتقدروا تعملوا تعاون مثمر جدا. عموما أي تعامل مع جهات في الخارج هيكون تعاون مثمر، ويكون الحظ عموما بيحالفكم. لو عايزين تطلعوا فسحة أو رحلة سفر للفسحة كمان، يعني مش بس الشغل، الفسحة كمان ممكن تبقى هايلة في الوقت ده. لو انتوا في مراحل دراسية تركيزكم كبير جدا، تقدروا تحصلوا معلومات بصورة أكبر في يوم السبت. وفي الشغل كمان عندكم رغبة في المعرفة أكتر، ده يساعدكم أنكم تحققوا تطور في مجالكم المهني. فأشوف أنه يوم السبت يعني ما تضيعوهوش، حاولوا أي لقاءات مهنية مهمة عايزين تعملوها، ممكن يكون الحظ بيحالفكم جدا. وكمان حتى في الناحية العاطفية برضو وجود الشمس عموما في منزل الحب ومع وجود القمر في منزل الحظ، ده هيديكوا حتى عاطفيا إشراقة وحضور وتأثير حلو في الجنس الآخر. أما يوم الثلاث والأربع فالقمر في منزل الأصدقاء، وده كمان منزل المشروعات، وبالتالي هو بيديكم الحظ في الناحية الاجتماعية وكمان في الناحية المهنية. بشوف انه يوم الثلاث والاربع لو انتوا عندكم شغل هيبقى يومين مناسبين جدا لتنمية اعمالكم، او لو عندكم مشاريع خاصة تقدروا تعملوا تنمية لمشاريعكم. في اليومين دول سهل تحصلوا على دعم او مساندة من الزملاء في الشغل او الرؤساء في الشغل. وكمان في يوم الثلاث والاربع اشوف انه يعني تقدروا انكم عموما يبقى حضوركم هايل، فلو عايزين تعملوا اي لقاءات في الشغل مهمة برضو هيكون تأثيركم رائع على اللي حواليكم. فتقدروا انكم حتى مش بس تحصلوا على دعم الزملاء والرؤساء، لكن تقدروا حتى توطدوا علاقتكم اكتر بالزملاء في الشغل وبالرؤساء في الشغل. يوم الثلاث والاربع كمان في الناحية الاجتماعية تقدروا تنطلقوا وتخرجوا، يبقى في خروجات حلوة بتجمعكم بالأصحاب. فلو عايزين تحضروا لخروجة أو لأي نشاط بيجمعكم بأصحابكم هيكون يعني حلو في خلال اليومين دول، تقدروا تستمتعوا جدا بوقتكم مع الأصحاب، ويبقى في تبادل فكري مفيد بيجمعكم بأصحابكم، وتلاقوا كمان بسهولة أصحاب مخلصين بيقفوا جنبكم، وتقدروا كمان توطدوا علاقتكم أكتر بالأصحاب. بس بما إن قلنا إن في 3 أيام حلوين بالنسبة لكم، فكده يبقى فاضل 4 أيام لازم تكونوا منتبهين خلالهم. الأربع أيام دول هما يوم الحد والاثنين ويوم الخميس والجمعة.
يوم الحد والاثنين القمر في منزل العمل السلبي، يعني القمر معاكس مهنيا، ففي الشغل ده ممكن يخلي، يعني معاكسة القمر ليكو ممكن تخلي فيه ضغوط كتير في الشغل، ممكن تكونوا معرضين لاستفزاز من حد من الزملاء أو من الرؤساء، فحاولوا تحافظوا على هدوء أعصابكم إذا حصل أي حاجة بتضايقكم أو بتعكر مزاجكم. حافظوا على اللباقة وما تدخلوش في أي مناقشات مع الزملاء أو الرؤساء في الشغل، علشان يعني أي مناقشات حادة ممكن يعني تتصاعد، فحاولوا تتجنبوا ده وتحافظوا على اللباقة. مهم كمان تنظموا أفكاركم وأولوياتكم علشان ما تسيبوش التشتت أو التشوش يسيطر عليكم. لو قدامكم مهام كتيرة في الشغل أو مسؤوليات كتير في الشغل وضغوط، حاولوا تنظموا أفكاركم وأولوياتكم عشان تعرفوا تتغلبوا على أي شعور بالتشتت. برضو يعني ده يعني أكتر حاجة أقدر أقول لكم في الشغل، خدوا بالكم. لكن كمان في الناحية العائلية يعني برضو يفضل أنكم تحافظوا على اللباقة وما تدخلوش في أي جدال مع الأهل والقرايب عشان ما يحصلش أي سوء تفاهم. أما يوم الخميس والجمعة فدول يومين القمر في المنزل ال 12 بالنسبة لكم، ده منزل الصحة السلبي، وفي نفس الوقت بيخليكم معرضين للحسد أكتر. طبعا أنا من أول السنة بقول لمواليد الحمل خدوا بالكم إنكم طول السنة معرضين للحسد، فلازم تعملوا كل حاجة في سرية وكتمان، ما تعلنوش خططكم، وابعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. يوم الخميس والجمعة ضعفوا الانتباه أكتر، لأنكم يعني ممكن تبقوا أكتر العيون مسلطة عليكم، زائد إنه ده يعني وجود القمر في اليومين دول في منزل الصحة السلبي، ده بيخلي طاقتكم أقل. فمهم جدا في اليومين دول تاخدوا وقت كافي من الراحة، حاولوا انكم يعني تنظموا جهودكم، ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. مهم انكم يعني ما تهملوش اي عارض صحي تشعروا بيه في اليومين دول. دي كل يعني النصايح اللي اقدر اقولها لكم، بس يعني مش طول الوقت وطول الاسبوع، حافظوا على السرية والكتمان وما تعلنوش خططكم، وابعدوا عن الفخر بنفسكم وبانجازاتكم، وكمان ما تعلنوش اخباركم وما تكلموش عن حياتكم الشخصية. بس وان شاء الله لو مشيتوا على كل اللي قلناه هتكون الدنيا كلها كويسة، والأسبوع يكون كله حلو، وكل أسبوع وانتوا طيبين.